مرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر. الجولة الثانية ديال فريق اتحاد الزمالك الخميسات والجمعية السلاوية انطلقت قبل لحظات بداية الجولة الثانية. هذا شيء خطأ ديال الفائدة اتحاد الزمالك الخميسات اللي نتمنى انه يرجع في المباراة ويدير يجيب لنا شي نتيجة ديال الفوز، لاننا الشوط الاول انتهى بصفر لمثله وانتهى بدون اي شيء يذكر، ما كاين لا محاولات حقيقيه للتسجيل، ما كاين حتى شي حاجه من طرف الفريقين معا. هذه محاوله مشى لها بالمرزوقه والحارس حمودي تيطيح الارض. تنظن مازال المدرب ما دار حتى شي تغيير. غنعطيكم التشكيله اللي دخل بها فريق اتحاد الزمالك الخميسات هذه المواجهه هي برسم الدوره 13 البطوله الاحترافيه لانديه القسم الثاني. في حراسه المرمى كاين الزيادي يونس، كاين سربوت عماد، كاين رزقي كريم، كاين ازباق عادل، كاين رموش هشام، كاين عرفه حمزه، بن المعاشي زكريا، المتحف حمزه، بن مرزوقه صلاح الدين، وفؤاد يجيد، الروبية عبد الله. في الاحتياط كاين المهدي حبان، كاين صماكي شيخنا، كاين اشرف حمدي، كاين القجعي يوسف، كاين كرومي عبد الكريم، كاين عيسى السعيدي، وهرو مروان، الادريسي ياسين، واعبو مروان. المدرب هو السيد محمد بوطهير وكيساعدو منير بوخيار. مرحبا بجميع المتتبعين الاوفياء اوفياء الصحه ومحبي الفريق اتحاد الزمالك الخميسات في كل مكان. نتمنى الفريق اتحاد الزمالك الخميسات يحقق نتيجة الفوز، لأنه جاب الفوز وقلنا عليه مستحق، وداروا وقدموا فيه لاعبين قتالية كبيرة أمام النادي القنيطري في الدورة الماضية. بغينا نشوفه كذلك حتى في هذه المباراة يقدم ذاك المستوى ويفوز بنتيجة مستحقة. كرة عند رزقي في اتجاه تدخل الدفاع للشرط، نفذ بسرعة في اتجاه بالمعاشي، بالمعاشي في الجهة اليسرى مشات ليه كرة، جات عند تراوري، قطعها روبيا، سربوت عند روبيا، روبيا أمامه عرفة، خلاها لسربوت، كرة مشات للشرط. الاجواء اللي غائمه، مره غائمه، كانت تطيح الشتاء، حبسات، تخرج شميشات، تمشي، ما حتى تكون الاجواء غائمه وسحاب، والسحاب تتعكس على الصوره ديال الكام، لهذا ما تتبانش بعض المرات الصوره واضحه، خصني ما نزوميش بزاف. يلا كره مشى ليها، ضاعت ليه، كان مشى ليها المتحف حمزه. وقيل الكام قصت شي نقطه د الشتا. محاوله خطيره راسيه احد المهاجمين والحكم تعلن على خطا لفائده اتحاد الزمالك الخميسات. شوفوا الكام، الجمعية السلاوية جاية باش تدي شي تعادل لأنها انهزمت في الدورة السابقة. تدافع بكل القوة على المرمى ديالها وعلى الحفاظ على النتيجة المرسومة اللي هي التعادل صفر لمثله. روحنا اليوم لاننا طاحت علينا الشتاء وخرجت الشميشه وعاود رجعت الشتاء، والله يستر مع الله يحفظ. راسيه ديال روبيا
كتشكل شي خطوره. كره مازال انت حزم خميسات، كره رجعت لورا عند بن مرزوقه عرفه ترفعها في اتجاه المعاشي، تدخل الدفاع تصبح هجوم مضاد خطيره، تدخل رزقي تنظن او الروبيه. هذا 30 رموش هشام، واللي هو عميد، اللي هو عميد الفريق. دائما التعادل صفر لمثله في الاحتمالات ديال النتيجه والتوقعات، كل شيء عطى الفريق تاع زمر خميسات انه غادي يفوز بنتيجه وبنتيجه ديال هدفين او ثلاثه، ولكن مازال ما شفنا حتى شي حاجه. كره بن المعاشي ضائعه في اتجاه، كانت في اتجاه الروبي متحف. كرة تتلعب غالبا في وسط الميدان، الجمعية السلوية تفرض رقابة على اللاعبين ديال اتحاد زموري خميسات. كرة مشينا بالمعاشي والحكام تعلن على تسلل. تلعبوا حوالي دقيقة 12 على بداية الجولة الثانية، دائما التعادل صفر لمثله. حمودي حارس ديال السلا يرفع الكرة في وسط الميدان، مشى ليها بالمرزوقة حافظ عليها وجاب شرط. الجمعية السلوية تلعب معها اللاعب السابق ديال اتحاد زمر خميسات اللي هو عبد الله أبو سلامة، وهو العميد ديال الفريق ديالهم. كرة عند بالمعاشي ترفعها لمسة يد. واخا سي سعيد احنا دابا غادي نركزو مع الكاميرا. اجواء غائمة نوعا ما مدينة خميسات، وكانت امطار تتهاطى في الجولة الاولى. نحاولو نقربو هاد نتمنوا هاد الضربة الثابتة وهاد الخطأ اللي هو كان على كان لمسة يد، نتمنوا يعطي شي نتيجة في التنفيذ بالمعاشي. اللاعبين كاملين تقريبا طلعوا، هدف الحارس حمودي تيخرج الكره للزاويه، اول تهديد حقيقي في هذه المباراه. منذ بدايه المباراه كانت قذفه او من بعيد ديال بن معاشي. شكرا سي سعيد الله يحفظك. والله تشوف كي جالسين تدبوا الباص، زاويه اخرى او يتنفذ ديال اتحاد زموري خميسات. يلا كره مشات الهدف، الحكم صفر قبل وما دخلاش كره الشبكه، ضربات في العارضه كانت راسيه ديال اللاعب رزقي. تتلعب كره بسرعه، جا اليمنى ديال الجمعيه السلويه ترفع كره في العمق في اتجاه المهاجمين، تمكن منها حيدها ليه رزقي. برافو رزقي، رزقي تمريره بعيده في اتجاه يزيد. يلا يزيد يزيد يجي تمكن من الكرة، ردها بالمعاشي، بالمعاشي ضرب تير عطاها لروبيا صافي تربجات خسرات. حسن الحظي سيد خطأ أمام المرمى وقريب المربع العمليات.
على العموم مع بداية الجولة الثانية الكرة تحركت وبين كاين واحد الضغط خلاف الجولة الأولى. هذه محاولة ديال البيت إن شاء الله إلى بغات تكتبوا ولا عرفوا ليها. دائما التعادل صفر ليميت ليه بين الفريقين. تلعبوا الدقيقة 16 على بداية الجولة الثانية. أول مرة ولا ثاني مرة تنظن أنا حتى الماتش اللي فات فاش في التشكيلة أول مرة تنشوفوا الفريق تدخل بدون أي لاعب من أبناء الفريق. كاينين جوج في الاحتياط يا القجعي والسعيدي. كرة موراها مشى ليها عرفة ورزقي كريم. نتمنى هاد المحاولة تعطي شي نتيجة. تنظن عرفة غينفاد كانت قريبة ولكن في المرمى الخارجية. تتلعب كره بسرعه تنشوفوا تجميع السلويه ولاو تيسربيو ولا ما تيضيعوش الوقت. التسلل حد لاعبين خطيره محاوله خطيره حصل حد كره مشات بعيد. هذه الاخطاء الدفاعيه القاتله اللي تتوقع مره شوف اللعبه كي تتناقشوا بيناتهم السبعه مع الخمسطاش دار في قالي بلاصتو هذيك السبعة اللي هو سربوت عماد مع عرفة. الحوس لاحظ ان هاد المحاولة ما كملاتش ومشات الكرة القدفة ديال المهاجم مشات خارج المرمى. اول تهديد حقيقي ديال الفريق الطيف. كرة رجعت الفريق الطيف يلا بالمرزوقة بيان معلم خطأ بن مرزوقة لاعب شاب ممتاز ولكن تصاب في هذه المحاولة في هذا الدريبلاج. الرموش وراء الكرة الله ما تمكنوش منها. تدخل الدفاع شكون 21 ومتحف مازال ما بغى يدخل ليا الراس. الكره مازال انت عند زمر الخميسات غتلعب شي شرط. خطأ فادح نتمنوا حسن لحظ أزبق رد الكرة الوراء الحارس ما شافش واحد مهاجم طالع وصدقت مكل من الكرة ولكن حسن لحظ. الجمعية السلاوية صباح أكثر خطورة على مرمى زياد يلا بالمعاشي عنده كرة في جاليوس يلا بالمعاشي الله راوغ تسير صيد بينالتي تير كورنر. تنحتاجوا لذكاء اللاعب تنحتاجوا تقنيات والدريبلاج ديال اللاعب باش يقدر يتوغل ويسجل لينا الاهداف. هادشي ولا تيخلع ولينا نخافوا يلا الزاويه تتنفاد زاويه اخرى. راه بالمعاشي عاود تنفذ زاوية عالية هاد المرة تدخل حارس حمودي والحكم.
نشوفوا عاد ثاني تغير الصورة. شوف الشبكة هنايا، محاولة أخرى لفائدة الجمعية السلوية. زاوية لفائدة الجمعية السلوية. دائما تعادل صفر لمثله بين فريقين. تلعب الدقيقة 21 على بداية الجولة الثانية. هذه زاوية لفائدة الجمعية السلوية، غادي تنفذ. خرج زياد، خطيرة، هدف 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 رقم 27، هدف أول لفائدة الجمعية السلوية. هادشي اللي كنا خايفين منه. عرفتوا شكون اللي ماركا البيت؟ هو ابو سلامة اللي كان مع اتحاد الزموري خميسات، وراه ولا الهداف ديال الجمعية السلوية، واخا هو مدافع. دقيقة 22، النتيجة تتغير. ملعب المعمورة مدينة الخميسات، الزوار يسجلون هدف السبق دقيقة 22 تنظن، لا 30، المشكل هنا في اللعابة وفي الأخطاء الدفاعية وفي التغطية الدفاعية. وكان الفريق ديالنا عارف أن الجمعية السلوية تعتمد على الضربات الثابتة وتشكل خطورة في الكورنير وفي الضربات الثابتة، وعارفين أن أبو سلامة هو هداف ديال الفريق وتباغة الفرق بحال هذا الشكل هذا في الضربات الثابتة وبالخصوص في الزوايا، ولكن اللاعبين على هذا الحساب ما طبقوش التعليمات ديال الإدارة التقنية. هذه بكل صراحة أنا هذه المعلومة عاد عرفتها قبيلة فاش كنت جيت للتيران في الصباح وعاود رجعت مع العشية. احد اللاعبين ديال الجمعية السلوية سقط الارض وتيغوت. خصنا نشوفوا التغييرات اللي يقوم بها المدرب بوطهير باش يقدر يرجع في النتيجة باش تخسر عاوتاني في الميدان ديالك. ما صعيب ان اللاعبين ربحوا الماتش ديال الكاك وقالوا بان توصلوا بالمنحة ديال الفوز نهار الخميس او الجمعة، واليوم تتشوف اللعابة ما قدموا والو او ما قدروش يخرقوا الدفاع المستميت ديال الجمعية السلوية. ولكن مع ذلك كيف ما تفرجتوا ما كاينش شي محاولات حقيقية للتسجيل، ما شفنا والو في هذه المباراة. شفنا الجمعية السلوية في الجولة التالية ولات أكثر خطورة على فريق ديالنا.
محاولة ولكن الكرة خرجت. غيكون شي تغيير الآن، تنظن غيدخل ساماكي ولا القجعي. غيخرج من المرزوقة اللي قدم لقاء جيد، وقيلا تنظن حينت أنه تصاب، دخل مكان ديالو السعيدي. سعيدي مكان بالمرزوقة، والقجعي القجعي ما عرفتش مكان من جوج لعبة من أبناء الفارقة هما دخلوا في هذه الجولة الثانية. كما سمعوني فاش قلتها قبيلة، يلا السعيدي أول لمسة مزيان، يلا السعيدي، يلا السعيدي، مشات ليه كرة قطفة من بعيد، كان الحارس خارج. عرفة كرة بعيدة في العمق في اتجاه المدافعين، مشى لها القجعي، القجعي اللي مشى يلعب مهاجم. القجعي هو الهداف ديال فريق امل الخميسات، راه تنظن داكشي باش يلعب في الهجوم، وما عرفتش علاش يدعمهمش ساماكي. المهم القجعي غيلعب في الميليو يعاون السعيدي، في نفس الوقت يطلع تيهاجم ولا متوسط ميدان هجومي. يلا كرة ضائعة مشات سهلة في يد الحارس. نشوفوا اللاعب اللي خرج، أمطار خير بدأت تتهاطل ولو قليلة، تتهاطل علينا. يلا كرة سربوت، رموش طويلة في العمق تجاه القجعي، خطأ ضد القجعي. النتيجة تغيرت، ملعب 20 ملعب المعمورة، اتحاد زمولة منهزم بهدف لصفر. الهدف يسجله أبو سلامة، يلا اتحاد شرط فائدة الاتحاد الزموري. يلا لعب كرة ما تضيعش الوقت، خطأ مشات لهم كرة بوحدهم. شكون اللي خرج؟ شكون اللي خرج؟ فين هو 17 اللي خرج؟ لا كاين 17. شكون؟ ثلاثين كاين روبيو، رموش 21، تحف 20، 20 كاين. شكون 21؟ يلا كرة مشى لها يجيد قريب مربع العمليات، ما تمكنش من الكرة، تدخل دفاع الشرط. خطأ حكم، عطى خطأ العرفة في المكان اللي تلعب فيه قبيلة، الخطأ قريب المربع العمليات، جاء أمام الشباك. نتمنى
قشعي باغي يتيري كورة مشى يحيد هذا رزقي ما باش يعطيها لي، رزقي مشبت بالكرة ديالو باغي يتيريها. العشرين واللي ما كاينش، العشرين كان تغييرين، خروج الروبية وبن مرزوقة ودخول السعيدي والقجعي، هادو هما التغييرات اللي دار المدرب دابا. جمعية سلام منتصرة بهدف لصفر، هذه أحسن محاولة للتهديف. شمسة الشتاء نقرب الكاميرا. الكرة ارتطمت بالحائط، مازال عندي حد زمولي خميسات. زوين هدف، واو هدف جميل، شتو غا في الشاشة جميل. هدف التعادل تنظن عرفة اللي سجلو، الحمد لله تي حد زمولي رجع في النتيجة. هدف التعادل قذفة من بعيد مركزة تعطي الهدف التعادل حدود الدقيقة 32، 10 دقائق على على الهدف ديال جمعية السلاوية. النتيجة تتغير، ملعب المعمورة مدينة الخميسات، وتصبح التعادل هدف لمثله. تعادل الإخوان، تعادل تعادل تعادل. اتحاد زموري جاب تعادل، واحد قذفة قوية من بعيد اللي قذفها هو عرفة لاعب متوسط الميدان 23. يلا اتحاد زموري خميسة، جيبوا جيبوا الفوز، جيبوا البيت الفوز، الكل ينتظر، الكل متفائل، الكل فرح، كلشي فرح، كلشي عجبتو النتيجة اللي درتو في الكاك. بغيناكم تبينوا على هاد النتيجة وتزيدوا تربحوا اليوم في الخميسات، عندكم جوج مباريات قوية الأسبوعين المقبلين. اتحاد زموري خميسة غادي يخرج يلعب عند شباب بنقري اليوم الأحد المقبل، وشباب بنقري ربحات اليوم متصدر الترتيب. اولمبيك تشيرا ربحتها شباب بن قرير البارح في الميدان ديال في اكادير، وفي الدوره الاخيره ديال 15 غادي يستقبل، غادي يستقبل فريق تاع زمور خميسات اولمبيك خريب قال لي تيلعب على الصعود، ولو ان اولمبيك خريب قال بح تعادل في الميدان ديالو مع فريق الراسينغ البيضاوي. اتحاد زموري الحدود هاد الدورة بلا هاد الماتش هذا كان تيحتل الرتبة العاشرة، وإلا ربح هاد الماتش غادي يبقى في الرتبة، غادي يحتل الرتبة السادسة، وإلا جاب نقطة ديال التعادل غادي يحتل الرتبة الثامنة. إن شاء الله يربحوا هاد الماتش هذا، راه مازال شوية ديال الوقت، مازال فيها اللعب، الحماس دابا كاين في اللاعبين. يلا تمريرة في العمق تدخل الدفاع، يلا السعيدي، يلا السعيدي، يلا السعيدي، تمريرة جميلة في اتجاه يجيد ولكن تدخل الدفاع، الحكم تعلن على خطأ.
هجوم الآن لفائدة الجمعية السنوية. والو ما فيهاش. الحكم يعطي انذار مجاني لعميد الفريق اللي هو سربوت، لا اللي هو رموش هشام. رموش تلقى انذار ورقة صفراء. هانتوما شوفوا ابو سلامة هو اللي قريب للمرمى، مدافع ديال الجمعية السنوية طالع باش يماركي، هو الهداف ديال الجمعية السنوية. نتمناو هاد المحاولة تمشي بسلام. يلا شوف التركيز. نفدات خروج حريص، خطأ، هدف، لا من وراء الشباك. انا خرج الحارس وما تمكنش منها. يعاود بالله باش طرا الحين. يلا لعبوا دغيا. تغيير آخر في صفوف اتحاد زموري خميسة، غيدخل كروميه مكان تنظن. يجيد هو اللي خرج، مهاجم يجيد ما دار والو، ودخل كرومي. ما عرفش علاش تسماكي ما يلعبش، يعني كما النتيجة الحالية دائما تعادل، هدف لمثله. كرة مشى ليها أزباق لعند سعيدي الوراء عند الرموش يمشي عليك لعند أزباق في الجهة اليسرى، تيشوف من يعطيها، ترفعها في العمق، تجاه قجعي ما تمكنش منها قجعي. يلا بناء هجومي الآن، عرفة في العمق في اتجاه شكون، خطأ، الحكم تعطي خطأ ضد اتحاد الزموري. أمين ما عرفناش، ولكن هما اللي عارفين علاش ما يكونش دخلو. يقدر ما يكونش واجد مزيان، يقدر ضروري كاينة شي حاجة. راه كانوا شي لعبة معطوبين في التدريب، يقدر يكونوا ما واجدينش. دابا القجعي والتي هاجم هو الروبية و تعاونهم كرومي. ديما الحارس خارج. يلا كرة مشات لعند العشرين اللي هو الروبية. شكون اللي خرج قبيلة؟ متحف. Yes.
انذار احد اللاعبين اللي تهزم الخميسه تنضل لعرفه. دائما تعادل، تعادل 1-1. اتحاد زميل الخميسات يوم الاحد المقبل غادي يخرج يواجه فريق شباب بن قرير، وغادي يستقبل فريق اولمبيك قريب كاع هنا في الدوره 15، الدوره الاخيره من الشوط الاول من البطوله. من الجمعيه السلاويه غادي تستقبل الاتحاد البيضاوي. الاتحاد البيضاوي البارح خسر في الميدان ديالو امام اتحاد تواركه. خطيره خطيره خطيره، تدخل ازبق كرة مشى لها السعيدي اللي عند ازبق، ازبق اللي عند رموش، رموش في العمق في اتجاه رزقي، رزقي تسيد خطأ. غالبا اتحاد زمالك الخميسات غادي يبحث على شي ملعب، ولا مازال تيبحث على ملعب اللي غادي يقدر يلعب فيه مباريات الباقيه في البطوله، وغالبا يقدر يبقى يلعب في مكناس. زوينه راسيه القجعي، ولكن الروبيه ما تمكنش من الكره. يلا اتحاد ما بقى والو، يلا بغيناكم تربحوا، يلا بلا فقصة، راه ما بقات شي جوج دقايق اللي بقات ولا ثلاثة. يلا القجعي عطي، القجعي بيناتي، مابغاش يعطيها الحكم. القجعي دري بلا فرص، دي زويت وطاح، ضربوا لاعب طاح، ولكن حسبها الحكم غير متعمد. يلا القجعي يلا ها هي عطينا كفرة. القجعي راه دخل حرك الهجوم ديال الفريق تبارك الله عليه، من مدافع ولا مهاجم. وبالمناسبه انا غير البارح عرفت بانه راه هو الهدف ديال فاش يمشي يلعب مع فريق، فاش ما تيتكونفوكاش هنا مع فريق الاول وتيلعب مع فريق الامل، راه هو الهدف ديالهم، هو اللي مطاكي الصاد هو فريق الامل. دابا تيبان لي ان هذه غتقدر تكون اخر محاوله، وضربه مباشرة على مشارف مربع العمليات. هذه كرة المباراة، ست دقائق. شكرا اخي عزيز على التصحيح، لان تبعنا مع التليفون ما عرفتش هنايا، ربعة قلة خمسة قلة أربعة. بغينا يكون كثر باش يجيبوا لنا الربحه، باش يربحوا قاشين باش ما يلقاوش انتقادات كثيره. ما حد الفرقه تتربح، ما حد كلشي تينشط، ما حد فريق تي شي تغيير اخر غادي يكون في صفوف اتحاد الزمالك الخميسات. شكون
شكون غيخرج؟ تيقول لي غيدخل رقم 22، 22 هو أهر مروان اللاعب الثالث ابن الفريق أهر. ما عرفتش شكون يخرج، ولكن المهم نتابعوا هذه المحاوله هذه. يلا السعيدي في اتجاه هدف قجعي، كيف ما قلت لكم قجعي دارها، ما تحيدشتوني قجعي يسجل هدف التفوق والفوز لفريق اتحاد الزموري خميسات. النتيجه تتغير، هدف سجلو وشكون اللي سجلو؟ والقجعي هداف فريق الامل وهداف المستقبل ديال فريق اتحاد الزموري خميسات ان شاء الله، علاش لا. اتحاد الزموري خميسات يسجل هدف التفوق وتصبح النتيجة هدفين لواحد، والهدف اللي سجلو القجعي اللي صيد كفرو، تلعبات الكفرو وجابت الهدف. داكشي اللي تمنينا هو اللي تحقق ان شاء الله، بغينا دابا يحافظوا على هذا الهدف هذا باش يخرجوا منتصرين، لان الاداء ديال هذه المقابلة عموما ماشي تلهيه، ولكن الاهم هي ثلاثة ديال النقاط، لان تا فريق سلا جاي يقتل الكره، جاي يدافع على المرمى ديالو باش يدي نتيجه التعادل، لانه كان منهزم في الدوره السابقه بالميدان ديالو كان خسر. نشطو الاخوان، نشطو يا الزموريين محبي الفريق في كل مكان. المهم الفريق رجع في النتيجه وحقق الاهم، ونتمنوا انه يحافظ على هذه النتيجه تل الدقيقة 94 و95 باش يخرج منتصر، لأنه كان منهزم ورجع في النتيجة. دابا لعبو غاب شوية عليكم. اتحاد الزموري خميسات تسجل هدف التفوق، هدف اللي سجلو القجعي، هداف المستقبل ديال الفريق يوسف القجعي، البديل اللي دخل في الدوزيام ميطا هو السعيدي. تدخل سربوت، يلاه بعد عليكم الكره، تكتل دفاعي، الكره مازال عند جميع السيوف كما تشوفوا. بيان، شكون هو هذا؟ كرومي اللي خرج كره الشرط. بيان، يلا هجوم مضاد، بغى يقد في يلا تمرير، واش بغى يدير عرفه؟ ما الريح ما عاونوش. عرفه ماش كان بغى بغي، واش بغى يمر كامل بعيد لان شاف الحارس خارج، ولا بغى يمرها شي لاعب يهرب بها في الجهه اليسرى. المهم على كل تم تحقيق الأهم اللي هي ثلاثة نقاط، بغض النظر على أداء الفريق ما بقى والو، سالي الماتش. يلا اتحاد، حافظوا على التركيز ديالكم، حافظوا على النتيجة ديالكم، كلشي باغيكم تربحوا. ياسر بوت عرفة تبعد الكرة، مشات في اتجاه الروبية ما تمكنش منها. يلا الحارس داب شي عليك، تصور عليها دابا، واش ما قدرتيش تصور على هذيك اللي دخلت؟ داب شي عليكم دابا. كره مشى ليها اهرو مروان، ضاعت ليه ياك. اهرو مروان لاعب فريق ولاعب الشبان الفريق الصاعدين، في الفريق اللي غادي يكون معتمد عليهم الفريق مستقبلا، وهو اللاعب اللي مشى شارك كان في اللائحه المؤهله في المشاركه مع المنتخب المغربي لاقل من 20 سنه
كأس إفريقيا بموريتانيا، ما بقى والو ما بقى والو. الأوقات الأخيرة، الدقائق الأخيرة والثواني الأخيرة، الاتحاد خصو يحافظ على التركيز ديالو ويشتت الكرة باش ما كان، لأن شي كرة ما كاينة. وثلاثة النقاط اللي جابها لينا القجعير خصنا نخرجوا رابحين بها. عطانا هذا بكل عفوية، ما تنديرش ما تبغيش نقلد المعلقين ولا هادي داكشي اللي تنشوف تنقولو، لانكم تتشوفوا الصورة بحالي هاي. دابا قريبة الصورة مزيان، كلشي تيبان مزيان. بالمعاشي هو هذا ناشط بالنتيجة، مكرهناكش تكون ماركيتي حتى انت. العموم رزقي تبعد الكرة، مثلا الكرة عند ضغط لفائدة الضيوف، استماتة المدافعين خطيرة. يلا القجعي القجعي رجع يعزز الدفاع، يقتل الكرة كما كانت، راه ما يخليهاش تدوز واخا يموت معاها. نوض الحارس، غينوض غينوض الحارس بلا ما تضيعوا الوقت. نوض ما بغيناش بقاو يضحكوا علينا. نوض لعبوا الكرة ودافعوا على ما بقى والو. صفر الحكام بفوز، ما نقدرش نقول لكم مستحق، ولكن بفوز بفوز بثلاثة نقاط مهمة بالميدان، وبعد انتصار أخير أمام الكاك، نتيجة إيجابية للفريق رغم أداء متواضع في هذه المواجهة. كنا نتوقع أن الاتحاد غادي يكون أكثر قوة، وهذه الحمد لله. الحمد لله على كل حال، الحمد لله والشكر لله. ما مشاش مجهودات ديالنا هباء. نهاية المباراة بتفوق اتحاد الزموري خميسات بهدفين مقابل هدف. اتحاد الزموري خميسات اللي كان خاسر في الجولة الأولى، اللي كان خاسر بهدف لصفر ورجع في النتيجة وسجل هدفين، الهدفين اللي سجلهم عرفة من قدفة من بعيد، والقجعي البديل القجعي سجل هدف التفوق ديال الفريق اتحاد الزموري خميسات، اللي غادي يخليه انه يمنح ليه شحنة قوية باش يقدر وباش حتى المدرب يعتمد عليه. فرحة عارمة هنا اللاعبين ديال فريق اتحاد الزموري خميسات ومع القجعي اللي سجل هدف التفوق. جيتي هذه خصها تصور بالكاميرا. فرحة اللاعبين مع القجعي اللي سجل هدف التفوق، الهدف الثاني في اللقاء. فرحة مستحقة اللاعبين، وخا رغم أدائهم المتواضع في هذه المواجهة، ولكن المهم كيف ما كان الحال احنا الهدف ديالنا هو ثلاثة نقاط بالميدان واستمرار النتائج الإيجابية للفريق. تغطية أمنية مجددة للحكام، اللي كان الحارس ديال حمودي ديال جمعية سلا اللي كان مشى تيتناقش مع الحكم ديال الشرط.
ما لعبوش مزيان وربحوها مزيان الحمد لله. تصورت بعد واحد اللقطه. شكرا الاخوان على المتابعه، شكرا جزيلا، وسمحوا لينا الا صدر منا شي حاجه ماشي هذيك. المهم احنا حاولنا بمجهودات ديالنا نقول لكم هذه المواجهه، ولحسن الحظ اننا انتصرنا وخرجنا فرحانين ناشطين.